رأينا الجميل السماوي يتفاعل مع الهدف الرائع الأخير اللي تابعناه لليوفي كأنما هو موجود في الملعب يعني. لكن تحية لكل الزملاء، ووصلنا كما رأيتم إلى فقرة الرياضة، دائما أبرز الأحداث في الساحة الرياضية محليا وعالميا مع التحرير، وينضم إلينا للتحليل تكلمنا قبل تحت الهواء يا حسام، انه واضح كان الكاردينال بيحاول الوحيد القادر على اداره الدفه الاداريه في نادي الهلال في ظل البلد وظروف النادي ايضا. طبعا في ظل الوضع الراهن صراحه المصارفات عاليه بالنسبه للانديه، واضح بانه ايضا يريد ان يثبت نقطه اخرى وهي ضعف المعارضه الهلاليه، انه المعارضه الهلاليه كانت تستهدف الكاردينال في شخصه فقط، لكن ليس لديها رؤية، ليس لديها الإمكانيات التي تساعدها على أنها تتولى الإدارة الفنية في الإدارة الشأن الإداري في نادي الهلال، والمصرفات تواجه هذه المصرفات العالية في الفترة الماضية، سواء كانت متأخرات أو حتى في شكل الفريق استعدادا للبطولة الأفريقية أو حتى استعدادا لاستكمال الموسم اللي شابوا أيضا مشاكل كثيرة حتى الآن. بالرغم من يعني تصريحه بعدم الترشح مرة أخرى، هو صحيح، هو باعتبار عودته على رئاسة لجنة التطبيع ليس ترشح، باعتبار أنه فترته انتهت. لجنة التطبيع الآن بعد جلوسه مع الدكتور كمال شداد على رئيس الاتحاد السوداني وصلوا إلى تفاهم، وهو أنه يعود الكاردينال على رئاسة لجنة التطبيع لمدة 3 أشهر. في هذه 3 أشهر سيكون الهدف الرئيسي بالنسبة لهذا المجلس هو أنه يدعو إلى انتخابات أو يحاول أنه يقيم جمعية عمومية، ثم بعد ذلك تذهب هذه الجمعية العمومية من الانتخابات إلى اختيار أي شخص يرى في نفسه القدرة على إدارة الهلال في الفترة القادمة. لكن في النهاية الكاردينال كان لديه رؤية واضحة بأنه هو الشخص الوحيد القادر على إدارة نادي الهلال في الفترة الراهنة، وأثبت هذه النقطة. ماذا عن المعارضة بصورة عامة، تنظيمات الهلالية يعني رشحت أكثر من قائمة، شهدنا أكثر من اسم، ولكن كأنما أشرت أنت إلى الضفة كأنما لم تكن هناك خطة واضحة، أمل واضح في أنه ستكون هناك قيادة لواحد من التنظيمات الأخرى في المستقبل. هل يعني الانتخابات القادمة أيضا ستشهد عودة الكاردينال مجددا وستكون هناك فترة قادمة، هو السيناريو الأقرب أم ماذا؟ صحيح، السيناريو الأقرب هو عودة الكاردينال مرة أخرى إذا ما رغب في الترشح، لأنه صراحة المصرفات العالية دائما هي اللي بتحدد بشكل كبير جدا قدرة أي رئيس على أنه يأتي على رئاسة أي نادي سواء الهلال أو حتى المريخ. بالتالي أعتقد أنه المعارضة الهلالية والفترة الماضية اللي حدث فيها الفراغ الإداري أثبتت ضعفها وعدم قدرته حتى أنها تأتي على رأس لجنة التطبيع حتى لو لمدة 3 أشهر. 3 أشهر التسيير، يعني دي 3 أشهر لجنة التسيير، يعني كان ممكن للمعارضة الهلالية أنها تأتي من أجل أنها بحلول يعني تجس النبض. فريق كبير كالهلال يجد صعوبة في إقامة التمرين مثلا أو ما إلى ذلك. والله بصراحة أعتقد أنه دي كان فعلا واضح من أنه المشاكل المالية والمصرفات المالية العالية بالنسبة للأندية خصوصا أندية القمة تؤكد على أنه يحتاج إلى شخص قادر على أنه يواجه هذه المصرفات المالية العالية. هنذهب مباشرة إلى اتحاد الكرة وقرار لجنة الطوارئ الصحية في الاتحاد. صراحة أعتقد أنه قرار لخبط حسابات رئيس الاتحاد، يعني يمكن من حق شداد دائما انه هو كرئيس اتحاد لكره القدم انه يسعى لانه يكمل الموسم، وده امر طبيعي، لكن يمكن واحده من المشاكل اللي بيعاني منها الدكتور كمال شداد للاسف هو انه دائما ما يخرج خارج النص، يعني انت في معاداتك او حتى عندك رؤيه انه الاتحاد من حقه انه يكمل الموسم الرياضي، ما في داعي لانك انت تسيء لوزيره الشباب والرياضه او تسيء لوزيره الصحه وتتحدث عن انه هم عندهم الحق في انهم يتدخلوا في الشان الرياضي او حتى يكملوا الموسم الرياضي، وانه ده كله فقط من حق لجنه الطوارئ الصحيه. صحيح انه كمال شداد استند على هذا الامر من خلال قرار لجنه الطوارئ الصحيه الاول، القرار الاول
سمح لاتحاد الكرة بأنه يعيد المسابقة مرة أخرى، ولكن وفق ضوابط صحية صارمة. لكن بعد القرار الأخير والمشاكسات اللي حدثت ما بين الاتحاد وما بين وزيرة الصحة وبين وزيرة الشباب والرياضة، أعتقد أنه هذا الثنائي ضغط على لجنة الطوارئ الصحية. في النهاية لجنة الطوارئ الصحية اتخذت قرار بأنه تلقي القرار الأول بالسماح للاتحاد باستكمال الموسم الرياضي، ووضعت الاتحاد في موقف محرج جدا في مسألة استكمال الموسم الرياضي. متى تزول هذه المشاكسات الدائمة في كافة الأمور، حتى على غرار الأندية ومجالس الإدارية المختلفة؟ دائما ما بين الوزارة والاتحاد هناك علامات من الاستفهام. صحيح، يعني يمكن خصوصا في فترة دكتور كمال شداد، يعني للأسف يعني كمال شداد يمكن عنده واحدة من المشاكل، رغم أنه هو رجل يعني الجميع يشهد له بالنزاهة وبأنه رجل ما بيحب اللف والدوران، راجل واضح وصريح، لكن عنده مشكلة كبيرة جدا، هو أنه عداء سافر في كثير من الأحيان. أنت اختلفت معه في الرأي خلاص أنت بعد كده بتعتبر أنه عدو بالنسبة له. نعم. وده ما أعتقد أنه ده مفترض أنه يكون تفكير شخص في مثل هذا العمر، من خصوصا وأنه عنده فترة طويلة جدا على مسألة رئاسة الاتحاد السوداني، عنده خبرة رياضية كبيرة، الاتحاد الأفريقي، يعني عنده خبرة كبيرة جدا على في الشأن الرياضي. بالتالي كان مفترض أنه يمكن أن يجلس مع الاتحاد، مع وزارة الشباب والرياضة، يجلس مع وزارة الصحة، كان يمكن أن يصل إلى تفاهم كما حدث في كثير من الدول. عادت هذه النشاطات الرياضية بناء على بروتوكول صحي. انتهت بعض الدوريات الكبيرة بالضبط، يعني في صحيح أنه بعض الدول أنهت الموسم، لكن في دول أخرى عادت وزاولت النشاط الرياضي حتى تستكمل الموسم. كان بإمكان دكتور كمال شداد أنه ينتهج نفس المنهج من خلال الجلوس مع وزارة الشباب والرياضة ومع وزارة الصحة وحتى مع لجنة الطوارئ الصحية، التفاهم حول بروتوكول صحي من أجل عودة الموسم الرياضي. لكن للأسف الهجوم والاتهامات أدت في نهاية المطاف أنه يتم اتخاذ مثل هذا القرار. نعم. أستاذ سهل، من المحلية حنمشي للعالمية مباشرة، ومفاجأة برشلونة بثمانية أهداف من البايرن، كانت من المفاجآت الكبيرة جدا في الدوري الأوروبي. نعم. أو في واحدة من الدوريات الأوروبية. خلينا نتحدث عن هذا السيل من المفاجآت في الدوري الأوروبي. نعم صحيح، يعني عشاق جمهور أو جمهور برشلونة يعني صراحة لم يكن أسوأ في رأيه منه، يعني عام صعب عليهم فعلا. يعني يمكن عام 2020 لأول مرة برشلونة منذ عام 2007 يخرج في الموسم دون أي بطولة. منذ 2007 لم يصل برشلونة إلى هذه المرحلة. أضف إلى ذلك هو الخروج المذل أمام بايرن ميونخ الألماني. أسوأ المتشائمين لم يكن يتوقع بأنه برشلونة يمكن أن ينقاد إلى هذه الخسارة الكبيرة. يعني يمكن البعض توقع فوز بايرن ميونخ وإن كان بدرجة بسيطة وليس فارق كبير، لكن ليس لهذه المرحلة. بل هناك بعض كانت تأمل فأن ينتصر برشلونة. يعني هناك صحيح بعد التمرير، صحيح بعد عودته أمام نابولي الإيطالي وظهوره بشكل ممتاز، خصوصا في شوط المباراة الأول اللي قدم فيه نفسه بشكل ممتاز وحسم المباراة بثلاث أهداف في آخر الدقائق. نابولي ميسي يعني يركض كثيرا ويشارك في قلع الكرات. بالضبط، يعني يمكن واضح أنه غياب الروح في هذه المباراة، لكن في النهاية أعتقد أنه بايرن ميونخ كان أكثر تنظيم، كان أكثر انسجام جاهز. رغم أنه أيضا بايرن ميونخ بالمناسبة قبل مباراته أمام تشيلسي في مباراة الإياب في دور الستاشر كان توج بلقب الدوري الألماني منذ فترة طويلة، يعني كان هو في حالة توقف عن المنافسات الرياضية بقرابة أكثر من شهر، يعني كانت دي كلها لمصلحة برشلونة. لكن برشلونة واضح بأنه المشاكل التي يعيشها الفريق من حيث المدرب كيكي سيتين وعدم قدرته على أنه يتفاهم مع اللاعبين، واضح عدم رضا عن الإدارة واختياراته وطريقة جلبها للاعبين، مشاكل كثيرة جدا صراحة. كورونا برضو يعني كورونا وتوقف الفرق برضو صحيح، يعني يمكن لكن ما في شك أنه الآن الوضع بالنسبة لإدارة برشلونة وضع صعب جدا. رئيس النادي وقف أمام الجميع وذكر بأنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة. واضح أنه المشاكل الأساسية التي يعاني منها برشلونة في المقام الأول في الفترة الأخيرة إدارية. هي الإدارية، وهي ما أدت إلى مثل هذه النتائج. نعم، كارثة. ومن قبله أيضا هناك كان إداري كارثة، يعني برشلونة دائما تعاني في الإدارة، لا أدري لماذا. كان الله في عون كل كتلوني يعني في السنوات الأخيرة. لسنا ببعيدين، لأنه أيضا ليون الفرنسي حقق أيضا
رغم انه يقدم مستويات مميزه جدا، استطاع ان يصل لهذا الدوري بمفاجاه، والان الكل كان يترقب انه بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي سيكون طرف في النهائي، لكن الان ليون يقصي هو بثلاثيه. صحيح، يعني واحدة من المفاجآت في دوري الأبطال في هذا الموسم. ليون يحقق المفاجآت، يواصل ذلك. بالضبط، يعني يمكن تخيل إنه ليون في هذا الموسم هو السابع على الدوري الفرنسي. نعم. رغم ذلك استطاع أن يقصي يوفنتوس الإيطالي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف. الجميع ذكر إنه خلاص ليون ودي المرحلة الأخيرة في مواجهة مانشستر سيتي، خصوصاً بالمقارنة ما بين مانشستر سيتي الذي أقصى ريال مدريد. أقصى ريال مدريد. بالضبط، يعني مانشستر سيتي قدم نفسه بشكل ممتاز، أخسر ريال مدريد بالفوز عليه ذهابا وإيابا. نعم. وأكد بأنه هو قادم في هذا الموسم من أجل الظفر بلقب دوري الأبطال. نعم. لكن المفاجأة الكبرى كانت هي الطريقة المميزة اللي لعب بها أولمبيك ليون. يعرف جيدا المشاكل الدفاعية التي يعاني منها مانشستر سيتي، لذلك هو حاول أن يلعب على الدفاع المنطقة ثم يعتمد على الهجمات المرتدة، وبالفعل نجح في أن يحقق انتصار عريض وكبير، تحقيق مفاجأة كبيرة جدا. وغوارديولا يواصل معاناته في دور الأبطال بعد أن رحل عن برشلونة، لم يستطع أن يحقق هذا اللقب سواء مع بايرن ميونخ أو حتى الآن مع مانشستر سيتي. طيب حنمشي مباشرة لليونايتد ومواجهة صعبة أمام إشبيلية الأسبان. نعم أكيد، يعني هي مواجهة تعتبر إلى حد كبير مواجهة ثأرية، نظرا لأنه قبل ثلاث مواسم إشبيلية استطاع أن ينتصر على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في ملعب الأولد ترافورد ويتأهل إلى دور الثمانية من دور أبطال أوروبا في مفاجأة كبيرة جدا. ولذلك تعتبر هذه المباراة هي مباراة ثأرية. مانشستر يونايتد عانى كثيرا في المواجهة الماضية أمام كوبنهاجن الدنماركي، المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ذهبت إلى أشواط إضافية، في النهاية نجح مانشستر يونايتد في أنه يحقق الانتصار. البعض ذهب إلى أنه المستوى الضعيف اللي ظهر به مانشستر يونايتد في هذه المواجهة أنه الخصم ليس صاحب اسم كبير، وممكن اللاعبين دخلوا ضامنين هذه المواجهة. سابق لريال مدريد لوبيتيغي يسير بشكل ممتاز، أقصى فريق الموسم الأخيرة اللي هو وولفرهامبتون الإنجليزي اللي مع المدرب نونو سانتو بيقدم نفسه بشكل ممتاز. نجح صحيح إنه تحقيق انتصار كان صعوبة في الدقائق الأخيرة رغم إهدار راول خيمينيز مهاجم نادي وولفرهامبتون لركلة جزاء، لكن نجح إشبيلية في أنه يسجل هدف في الدقائق الأخيرة ليتأهل ليواجه مانشستر يونايتد ويرغب في أن يواصل نتائجه المميزة ويصل إلى المباراة النهائية. لكن لا شك بأنه سولشاير يعرف جيدا بأنه هذه فرصة جيدة بالنسبة له بعد الموسم الجيد اللي قدمه، خصوصا بعد عودة الموسم الرياضي ونجاحه في خطف مقعد مؤهل إلى الأبطال. يرغب في أن لا يخرج مانشستر يونايتد في هذا الموسم دون أي بطولة، وعلى الأقل أن يخرج بدوري أو بطولة اليوروبا على الأقل. هذه طبعا مؤسفة لكل جماهير اليونايتد، المباراة في نهائي اليوروبا ليج و مانشستر يونايتد بكل هذا الزخم، بكل هذا التاريخ العريض، بنجوم أن يكون هذا اللقاء في الأبطال، دوري الأبطال الأهم والأهم ناري. صحيح. لكن من جانبين ناري، بماذا؟ بالألمان والفرنسيين. فرسي. ألمانيا وفرنسا تسيطر هكذا بقبضتين قويتين، كل دولة على مربع الذهب. الدوري الإنجليزي أين؟ أين الدوري الإسباني؟ أين الدوري الإيطالي؟ هو صحيح، يعني يمكن نحن لو نظرنا إلى الموسم الماضي بتلقى أنه أربع أندية إنجليزية تأهلت إلى المباراة النهائية. نعم نعم، ممكن ده كانت مفاجأة جدا، يعني النهائي اليوروبا ليج كان إنجليزي خالص، النهائي الأبطال كان إنجليزي خالص، إنجليزي. ولكن في النهاية أينهم يعني؟ نعم صحيح، يعني يمكن الظروف جميعا، يعني يمكن بالنسبة لكثير من الأندية عانت في هذا الموسم، لكن كان فرصة بالنسبة للأندية، خصوصا في أن المباريات الآن أقيمت بنظام المواجهة الواحدة، يعني خروج المغلوب، ليست بنظام الذهاب والإياب. يمكن دي كان فيها فرصة لبعض الأندية أن تعوض إذا ما خسرت في مباراة الذهاب، لكن الآن هي مباراة واحدة تحسم بشكل صعب جدا، يعني يمكن 90 دقيقة بتحتاج إلى تركيز. دائما مثل هذه النوعية من المباريات دائما الأندية الأقل خبرة فيها بتنجح بأنها تشكل مشاكل كبيرة جدا للأندية الكبيرة، الدافع بيكون أكبر. بالضبط، يعني دي فرصة مباراة 91 دقيقة بتبذل مجهود مضاعف بالنسبة للاعبين، لأنها فرصة أيضا بأنهم بيسوقوا نفسهم. صحيح. أنت الآن بتلعب في فريق صغير
الناس كلها بتشاهدك وبالمستوى الكبير اللي قدمته، بكره كل الانديه بتتكلم عنك، وبتكون اكيد فرصه بالنسبه لهؤلاء اللاعبين للانتقال الى انديه اخرى، انديه اكبر برواتب اعلى، فرصه كبيره جدا بالنسبه للاعبين، خصوصا انه لاول مره في تاريخ هذه المسابقه ناديين فرنسيين يصلان الى نصف النهائي. شاكرين لوجودك معنا وعلى هذا التحليل الاستاذ سهل احمد الطيب، تحليل في الفقره الرياضيه. ويعني لما نسمع عن حال الدولة الأوروبية نأسف جدا على حال الدوري السوداني، أتمنى أنه يكون في رحاب أكبر ويستشف التجارب إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا فضل. شكرا منى، شكرا مرة أخرى سهل. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الأعزاء للمتابعة. تقبلوا تحايا فريق العمل وتحايا منى وأنا. السلام عليكم.